صباح الخير. العلاج الأشعاعي أو علاج بالأشعة أو الراديشن ثيرابي هو علاج للأورام بيستخدم أشعة الأكس راي يلي هي نفسها يلي بنستخدمها بصور الماموغرافي أو بصور السكانر للجسم، ولكن الفرق أنه بنكون عم نعطيها من طاقة كتير عالية أو بنسميها هاي انرجي أكس راي، وبدل ما تنعطى لمنطقة كبيرة من الجسم بنكون مركزين على منطقة محددة، منطقة الورم مثلا على منطقة الثدي، وهي بتشتغل حتى تقتل الخلايا السرطانية بالمنطقة من عبر تأثيرها على الدي ان اي أو المادة الوراثية، وبالتالي بتمنعها من أنها تتكاثر أو أنه تنتشر بالجسم. سو هون بفهم منك انه كل النساء المصابين بسرطان الثدي بيخضعوا لهالنوع من العلاج هيدا؟ تقريبا 70% من النساء اللي مصابات بسرطان الثدي بتخضع لعلاج الاشعه بوقت من الاوقات. هلا اغلب النساء اللي بيجوا لعنا على العياده بيكون الورم عندهم منه منتشر بالجسم، بيكون محتوي بقلب الثدي او الثدي والغدد الليمفاويه يلي حد الثدي. فبهالحالات العلاج الاساسي بيكون العمليه الجراحيه، وممكن قبلها او بعدها يكون المريضه اخذت علاج كيميائي، ومن بعدها بتجي لعنا على العياده. نحن اكيد بندرس الملف وبنشوف اذا هي بحاجه لعلاج اشعه ولا لا، واكيد هيدا بيكون كمان استنادا على دراسات عالميه وجايد لاينز عالميه. هلا بالحالات اللي بيكون في انتقال لغير اماكن بالجسم، عاده العلاج الاساسي بيكون العلاج السيستميك تريتمنت، يعني الطبيب الاورام بيوصفه مثل الكيموثيرابي او علاج الهرمونات. ولكن في اوقات بتجي لعنا المريضه بيكون مثلا في منطقه بالجسم ما عم بيسيطر عليها الدواء، عم تسبب لها كثير اوجاع، نحن بهيك حالات بنقدر نعطيها علاج بالاشعه كرمال حتى نخفف للوجع، بنسميه علاج تلطيفي او بالياتيف راديشن. وانا بدي اعرف شو البروسيدجر منك لنفهم اكثر مع المشاهدين، لانه فهمنا طبعا انه عم تشرحيها انت للقصه، لان كانه راديشن هي بكفي او عمليه بتكمل شغل البقوه. مزبوط. لوحدها اكيد ما بتكفي. مزبوط، هي لوحدها ما بتكفي، وعاده وقت السيده بتجي لعنا من بعد العمليه نحن بنعطي علاج على مناطق او خليه ميكروسكوبيه، يعني نحن ما عم نعطي علاج على الثدي على كتله نحن قاشعينها، نحن مثل علاج وقائي بحال في هالخليه الميكروسكوبيه موجوده، العلاج الاشعه بيقضي عليها. لفتني شغله قلتيها، قلتي كلمه وقائي، هل بنعني هون يعني بكلمه وقائي انه في يكون المريضه بعدها مثلا كانت انها رح تنصاب او عندها تندنسي تنصاب وانتم لحقتوها بهالعلاج هيدا؟ لا، سو هي عاده المريضه بتنصاب بتعمل العمليه، ولكن العمليه اغلب الاوقات بتكون عمليه جزئيه، يعني ما بيتم استئصال لكل الثدي. ولكن بحال في خلايا ميكروسكوبيه متبقيه بغير اماكن بالثدي، هون بيجي دور العلاج بالاشعه كرمال كما ترجع تكرر بالمنطقه. سبق وكان معنا بهالتوبيك بتوبيك اوف ذا داي ببرنامجنا، بنتلقى اتصالات من الناس دكتور، ودقت متصله حكت عن حاله بنتها كان عمرها 25، she was detected with breast cancer وعملوا لها الاستئصال، and then بعد 6 شهور برجع بين again. هون يعني هلا عم نرجع ندوي على اهميه الراديشن او راديشن اونكولوجي اللي عم تحكي عنها، لانه كان لحقها للبنت لو كان فيها الوعي عند الاشخاص انها تروح تخضع لهذا التست. ونحن اليوم الهدف من المقابله انه نضوي على اهميه الراديشن اونكولوجي. شو بتحب تقولي اكثر للنساء اللي عم يسمعونا؟ اكيد 100%، هن كلهم سوا كومبلمنتري تريتمنتس، يعني نحن وقتها المريضه بتتشخص بسرطان الثدي عاده بنعمل تقييم للحاله كلها سوا من الاول، شو المرحله، هل في انتقال للغدد الليمفاويه ولا لا، ومن الاول بيكون عندنا مثل بلان او خطه علاجيه من الأول. أول شو بنتوقع أنه هالسيدة رح تحتاج. أوقات كتير بنبدأ بعلاج كيميائي، بيلحقوا علاج العملية، ومن بعدها بنعمل علاج الأشعة. هلأ هون عم نشوف سو أنت سألتيني كيف بتصير البروسيجر تبع الأشعة وقد بتاخد وقت الجلسة سو وقتها بنقرر أنه السيدة بحاجة لعلاج بالأشعة، أول شيء أول مرحلة نعملها هي الخطة العلاجية، بنسميها سيميليشن سيشن. شو بيصير بهيدي الخطة؟ السيدة بتجي لعنا وبنعمل لها صورة سكان، بتكون نايمة على طاولة بإيديها مرفوعين بجهاز شبيه لهيدا الجهاز، ومنحط لها علامات على الثدي، وبعدين بناخذ صورة سكان نحن. السيدة بتروح على البيت، نحن هون بنشتغل نحن ومعنا فريق أخصائية ودكاترة من الفيزياء كمان تنحدد كل المنطقة يلي نحن بدنا نعالجها، يعني منطقة الثدي أو الغدد الليمفاوية، وكمان حتى نرسم كل المناطق يلي بدنا نحميها مثل القلب، مثل الرواية، سنسلة الظهر وغيرها، وبنخلق خطة علاجية
بتوصلنا الدوز اللي بدنا اياها على المنطقه اللي بدنا اياها، وبنفس الوقت بتكون عم تحمي غير مناطق بالجسم. لفتني كلمه بتحمي، كررتيها مرتين. هون بنعني يعني العلاج بالاشعه او radiation oncology عنده تاثير او سايد افكتس على organs ثانيه بالجسم؟ اوكي، سو ما في اي علاج، اكيد مثل ما بتعرفي ما في اي علاج بناخده ما له ابدا سايد افكتس. العلاج الاشعه بيشتغل على الخلايا اللي عم تتكاثر بسرعه، سو اذا في خلايا ثانيه بالمنطقه خاصه يلي هي عم تتجدد بسرعه مثل خلايا الجلده، هي اكيد ممكن تتاثر من علاج الراديشن. لانه هاي فريكوينسي، هاي انرجي، لانه هاي انرجي دوز. هون عم نشوف هالخطه العلاجيه، هون اذا عم نطلع من بروفايل بنشوف كيف الثدي كله عم يوصل له الدوز من الراديشن. واذا بنطلع ورا هيدا بالاحمر، هيدا هو القلب يلي نحن رسمينه، مثل ما بنشوف هون انه القلب محمي ومش واصل له دوز اشعه. هلا القلب كثير مهم، لانه القلب كثير قريب على منطقه الثدي، خاصه عند النساء يلي على ميله الشمال. سو نحن بالاضافه للخطه العلاجيه اللي بنعملها، في عنا تقنيه بنستخدمها يلي هي اسمها بريث هولد، يلي هي بنقلها للسيده انها تاخذ نفس عميق وتحبسه لفتره 10 ثواني. يلي بيصير وقتها تاخذ هالنفس العميق بيعبوا الروايه هواء والقلب بيبعد عن منطقه الثدي، وبهالطريقه بنقدر نعالج الثدي بشكل امن من دون ما نكون عم ناثر على القلب، وحتى بخف الدوز حتى على الروايه بهالطريقه. بعتقد بهالشرح المبسط طمنت كثير المشاهدين، يعني وصلت الفكره بطريقه كثير بسيطه بانه ما يكون عندهم اي مخاوف من الراديشن اونكولوجي، لانه في تكنيك معينه وهيدي مضمونه انها 100% تحمي القلب. هلا ما في شيء اكيد هو 100%، ولكن اكيد كل سيده بيكون عندها الاناتومي مختلفه، بيكون الحاله مختلفه، المرحله مختلفه، ولكن بهالتقنيه وبغير تقنيات كمان متقدمه بنستخدمهم بنقدر قد ما فينا انه نحمي القلب. هلا سالتينا على غير عوارض جانبيه ممكن تصير. اول شيء بدي اقوله انه نحن وقت الخطه العلاجيه بتصير جاهزه، المريضه بتصير تجي يوميا على العلاج. العلاج تبع الراديشن هو علاج يومي من تنين للجمعه ما عدا سبت واحد، وعاده بيكون لفتره بين 3 اسابيع والست اسابيع. وقد ايه مده الجلسه؟ مده الجلسه تقريبا 10 دقائق، اوقات حتى اقل من هيك. السيده بتكون نايمه على الطاوله، هيدي هي مكنه العلاج اسمها لينير اكسلريتر او بالعربي المسرع الخطي. ما في شيء بدق فيها للمريضه بخلال الجلسه، المكنه هي بتبرم حواليها من عده انجلز، من عده ميلات، وبتوجهها للاشعه حسب الخطه العلاجيه اللي نحن بنكون عاملينها. ما بتحس اي شيء بخلال الجلسه، بتخلص وبتنزل وبتكفي نهارها جدا طبيعي. في كثير بيسالونا اذا هن بيقدروا يقربوا على اطفال او على نساء حوامل، والجواب هو انه اكيد ايه، لانه ما في اي ماده مشعه او راديو اكتيفيتي عم تبقى بقلب جسم السيده وقت تخلص العلاج. سو هيدا هو العلاج. هلا دكتور زينة عن جد بدي أقول شيء، لأنه كثير أنا يعني بدي أنقل صوت الناس تقريبا. بعرف قديش فترة العلاج موجعة، اللي هي الكيموثيرابي المتعارف عليها، وبنسمع كثير من الأشخاص يعني ما بتمرق عليهم أبدا بسلاسة. حضرتك قدمتي لي هلا الراديشن أونكولوجي إنها شغلة عملية بسيطة كثير وسهلة، هل تغنينا عن الكيموثيرابي ولا ممكن يعني تأدي لوحدها بانه نقدر تكون عم تشفينا من البس؟ هلا رح جاوبك بطريقتين. اول شيء هي منا يعني هالقد 100% سهله، ومش كل العالم ما بيصير عندهم اي عوارض، لانه اكيد مثل ما قلنا انه الجلده يلي بضلها عم تتجدد اكيد رح تتاثر من علاج الاشعه. فعاده من بعد ثاني اسبوع من العلاج السيدات بيعانوا من حمار بالجلده. اول شيء بيكون حمار، بعدين بيتحول لسمار، وتدريجيا من بعد انتهاء الجلسات بيرجع باك تو نورمال. هلا عم نفوت على الشق الثاني اللي هو دائما بكل شيء بيبقى فيه البوزيتيف والنيجاتيف. وكل سيده بتكون الجلده تبعها عندها حساسيه على الاشعه مختلف عن الثانيه، يعني الراديو سنسيتيفيتي تبعهم بتكون مختلفه. ففي سيدات بيخلصوا العلاج بيكون عن جد بيس اوف كيك، بيكون كثير سهل العلاج. وفي عن بعض النساء بيكون الحمار اقوى من العاده، اوقات بتقشر الجلده، اوقات بيصير في حك، بس نحن اكيد بنعطي مراهم كرمال حتى نحل هالامور، وبنكون عم تعمل متابعة على السيدة بخلال كل الجلسات كرمال حتى شو ما صار عندها عوارض نقدر نساعدها فيها. اوكي، هلا السؤال الثاني، هل العلاج الشعاعي بيحل مكان العلاج الكيميائي؟ والجواب هو انه عادة لا، لانه العلاج الكيموثيرابي هو علاج لمنطقة الثدي والغدد الليمفاوية، ولكن كمان هو علاج لكل الجسم. وطبيب الاورام عادة بيقرر اذا بحاجة لعلاج الكيموثيرابي حسب مرحلة الورم، حسب الستيج اكزاكتلي، حسب شو ببين بفحص الأنسجة إذا بحاجة ولا لا. علاج الأشعة هو شوي مختلف، هو علاج موضعي، كيف العملية هي فقط للثدي
الثدي وللغدد الليمفاويه. علاج الراديشن هو حمايه للثدي وللغدد الليمفاويه، بس هو ما بيعالج باقي الجسم. هلا حاسالك سؤال بطريقه ثانيه. فيها المريضه تكون عم تستغني عن الراديشن اونكولوجي؟ اول شيء مثل ما قلنا انه نحن اغلب النساء اللي بنشوفهم هن يلي جايين بمرحله محتويه، فالنساء يلي بتكون اكيد بمرحله متقدمه اكثر الاشعه منه هو العلاج الاساسي لها. هلا بالنساء يلي هن بالمرحله الاوليه هل نحن نقدر نستغني عن علاج الاشعه؟ هو كمان هذا الشيء بيكون حسب شو نوع العملية اللي انعملت، هل في إصابة للغدد الليمفاوية ولا لا. ولكن اللي بدي أقوله أنه الكشف المبكر هو كتير مهم، لأنه إذا انكشف الورم بمرحلة كتير بدائية، يعني عم نحكي أقل من 2 سنتي يكون حجمه، منه منتقل على الغدد الليمفاوية، في بضع الحالات نحن بنقدر نقول للسيدة أنه نحن شلنا عملنا العمليه، نحن بنقدر نعمل مراقبه ونقدر انه ما نعمل علاج بالاشعه، لانه بيكون احتمال انه يرجع يبين شيء كثير قليل. وصلتي على الاهم بارت اللي هو يعني نحن بدانا فيه من اول شهر تشرين، هو التوعيه على الكشف المبكر وقديش بخلي الواحد يعني ما يمرق بكل هالمراحل هاي الصعبه اللي كنا عم نحكي عنها. فانا هون بدي اسالك، يعني بحال تم هالكشف المبكر الراديشن اونكولوجي هون ممكن دغري تسيطر عليه للبريست كانسر من دون ما نفوت على الستيجز البقوي او انه يمتد اكثر؟ اوكي سو ممكن انه نحن ما نحتاج للعلاج الكيميائي بهيك حالات. ولكن عاده العمليه بتضل هي علاج اساسي بالحالات اللي هي اللي هي الاستئصال. سو بنعمل الاستئصال ومن بعدها بيكون علاج الاشعه، ولكن كل ما نلقط بمرحله ستيج بدائي اكثر كل ما حتى اول شيء العمليه يمكن بتكون اسهل، ما بنضطر نشيل كل الثدي. ثاني شيء بالنسبه لعلاج الاشعه ممكن بدل ما نعطي العلاج المطول يلي هو نحن قلنا بين 3 أسابيع وست أسابيع، بدل ما نعطي 6 أسابيع ساعتها بيكونوا يمكن 3 أسابيع كافيين من العلاج. وأهميته ودوره هون هو التأكيد على أنه مش باقي أي تكتلات تانية بعد العملية، يعني بتكوني أنت عم تطلعي مطمنة بالك مش عم بيصير شيء تاني بعدين. هل في كيسز بالطب معكم رجعت تجددت بعد الراديشن اونكولوجي ولا لا؟ اكيد هلا كمان يعني ما في شيء فينا نقول 100%، ولكن بس هو بيكون عن جد برسنتج كثير قليل. يعني بالحالات يلي هي بتكون كثير اوليه يلي بيصير فيها استئصال ومن بعدها بنعمل علاج الاشعه، حتى كل الدراسات فرجت انه نحن بنقدر نسيطر على منطقه الثدي بنسبه 98%، فهنا ارقام كثير عاليه. اكيد اكيد كل مرحله بتكون الارقام شوي مختلفه فيها، بس كل ما نكشف بشكل مبكر أكثر كل ما تزيد فرص الشفاء على أكيد. بدي نصيحة هيك أخيرة منك لكل السيدات اللي عم يسمعونا اليوم بعد هالمقابلة. أوكي. أنا بدي أقول لكل سيدات اللي عم يقطعوا بهالتجربة، أول شيء إنه ما ينقذوا وما يخافوا من علاج الأشعة. وبدي أقول لكل السيدات بالإجمال إنه أكيد أهم شيء نرجع بنقولها، أهم شيء هو صورة الماموغرام يلي بتنعمل سنوي، يعني كل سنة دورية، لأنه دورية كل سنة، لأنه هيدا هو الشيء يلي بيزيد فرص الشفاء ويلي بخلينا نكشف مرحلة الورم بمرحلة كتير بدائية، وهيدا الشغلة بتخلي علاج الأشعة وغير علاجات كمان تكون كتير أسهل وكتير أسرع ويمكن ما نحتاج لها كمان. Thank you دكتور. Thank you لك. عرفتينا على يعني علاج يمكن شوي مهمش، خليني أقول ببريست كانسر أوير ونحكي كثير اكثر عن الكيموثيرابي، وحبينا نضوي هيك معك عن هيدا النوع على امل انه كمان تتقدموا اكثر واكثر بالطب. يعني بنسعى دائما نكون عم نتطور بهالمراحل هيدي لنقدر نكون عم نشفي اكبر عدد من الناس ونسيطر على اي اورام خبيثه معقول تصيبنا. بدي اتشكرك على حضورك معنا. شرفتينا. اهلا وسهلا.